هذه القفار حيث لا يسكنها إنسان تدعى وادي الموت. أولو أولو، هناك واد غير مسكون، ابعث إليه بمجموعة من الديناصورات القوية، ابعثها فورا. أمك كرانا، اجلب النبتة بريميغال، وعندما تخرج زهرتها ابتهمها، عندئذ تصبح أقوى ديناصور على الكرة الأرضية. سنحطم البشر، سنقضي على الإنسان، سوف نقتل لكي ينتصر الديناصور، البقاء للديناصور. وجدتها، هذه هي النبتة الغريبة التي كنت أبحث عنها. قيادة القوة الصاروخية خبرا مفاده أن ديناصورا كان قد ظهر هناك، ومن أجل التأكد ذهبوا في الحال إلى هناك. الكرسي المتحرك، هيا! هل تجاوزت التعليمات؟ بالتأكيد كلا. هل رصدت شيئا مهما على الأرض؟ لم أرصد شيئا سوى كون هذه الأرض ذات مغناطيسية عالية ردت الأشعة. هذا شيء مزعج. كمان لا تخف، فالحجر هنا من القوة بحيث يصعب على الديناصور اختراقه. لنهبط إذن، هيا الطائرة تتهيأ للهبوط. غير ممكن، لقد رأيت الديناصور، كان نائما نوما مسموعا. ولكن يا دكتور، لقد فتشنا الوادي بدقة ولم نجد شيئا يذكر. نعم لم نجد شيئا. أو كلا، لقد شاهدت ظلك لا غير، وهذا غالبا ما يحدث بالجبال. خيال في خيال. كلا كلا، الظل لا يشعر. ماذا تقول؟ غير معقول، غير معقول، غير معقول. ولكن أمر غريب، يا لون من رجل عنيد جدا. ماذا؟